المشهد حصة جديدة تأتيكم عبر قناة أوراس تي في من لندن، أهلا بكم. كما هو حال كل شهر جامفي من كل سنة ومنذ عقود شهدت تونس احتجاجات شبابية بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد منذ سنوات. رافقت هذه الاحتجاجات وهذه الاضطرابات أعمال شغب وتخريب وعمليات كر وفر بين قوات الأمن ومجموعة من الشباب الذين تحركوا في ولايات عديدة. شملت هذه الاحتجاجات العاصمة تونس وبعض المناطق مثل سوسة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان وغيرها. فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات؟ ولماذا يخير الشباب المحتج النزول ليلا وليس نهارا؟ ما الهدف من ائتلاء أو من إتلاف الممتلكات العامة والخاصة؟ أليست هذه أعمال تسيء إلى المحتجين أكثر مما تفيدهم؟ هل هناك من يدفع هؤلاء إلى أعمال الشغب وما الهدف من ذلك؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها في سياق حلقة اليوم. وأرحب مباشرة بضيفي من تونس الأستاذ صالح عطية مدير موقع الرأي الجديد. مرحبا بك أستاذ صالح وشكرا لك لقبول الدعوة والمشاركة. إذن لأيام تتواصل هذه الاضطرابات، البعض يرفض أن يسميها احتجاجات لأنها ليست فيها مطالب واضحة، أغلبها أعمال شغب وأعمال تخريب كما تابعنا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. بتقديرك بداية، السؤال الكبير المطروح حول هذه الأعمال ومدى مشروعيتها ومن يقف وراءها، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أهلا وسهلا بك أستاذ سمير وبمشاهديك الكرام في قناة أوراس. أنا أعتقد أنه أولا شهر جانفي معروف في تونس الآن منذ تقريبا على الأقل 3 عقود من الزمن، لأنه شهر دعنا نقول شهر التحولات في تونس، وكل التحولات السياسية والاجتماعية بدأت مؤشراتها من هذا الشهر ومن الاضطرابات إذا صح أن نسميها، أو الاحتجاجات التي حصلت منذ سنة 78 مرورا ب 81 84 التسعينات، ثم بعد ذلك في 2011 وحتى في 2008 قبل ذلك في يعني الحوض المنجمي في قصة. كل هذه الحقبات كانت في الحقيقة تؤشر لتحولات سياسية أو اجتماعية فرضت على السلطة وعلى النظام في مراحل معينة قدرا ما من التعديل السياسي في خطابه وفي القوانين وفي منجزات سياسية واجتماعية على قدر ربما محدوديتها، ولكن دفع إليها النظام دفعا في تلك المراحل. الحقيقة ما نشهده اليوم كان منتظرا، أولا أن تخرج احتجاجات للشارع التونسي، لأنه 10 سنوات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حصيلة هزيلة جدا لا تكاد تذكر عموما بالنسبة للتوانسة، إذا لم نقل بأنها أسوأ ما ثم ربما معرفه التوانسة خلال 3 عقود الماضية على الأقل. هذا بكل موضوعية، الأسعار في ارتفاع شديد، البطالة متفشية بشكل كبير ليس فقط في أصحاب الشائد العليا بل حتى في الأطراف الاجتماعية. القطاع التعليم بلغ أكثر من 100,000 كل عام في سن 14 و15 سنة بين قوسين، هؤلاء هم الذين خرجوا اليوم للاحتجاج أو للاضطراب أو للمشاغبة، خلينا دعنا نقول لأنه سنتعرض لهذا بعد قليل. وهنالك أيضا على المستوى الاقتصادي ليس لدينا منوال تنموي جديد، 10 سنوات مرت دون أن نجري أي تعديل في مستوى منوال التنمية في تونس، والمنوال الاقتصادي وقانون المالية وموازنة الحكومة ما زالت موازنة بن علي ومنوال تنمية بن علي اللي هو في نهاية الأمر صندوق النقد الدولي وشروطه والتزامات الدولة التونسية إزاؤه.
لم نشهد تحول في هذا المستوى، وبالتالي ظلت معيشة الناس وحياتهم العامة في مأزق حقيقي، زاد الفقر، زاد التهميش، زاد البؤس بكل معنى الكلمة. ولكن هذا المدعاة للاحتجاج حقيقة، والذي كان في تقديري ضروري أن يقع الاحتجاج حتى تستفيق السلطة بأنها لا تسير في الاتجاه الصحيح. الاحتجاجات هي هذه دورة، ولذلك أنا قلت هناك تحولات في جانفي في العقود الماضية، يعني هذه التحولات كانت يعني سلمية، وكانت تطالب بمطالب سياسية عميقة ومطالب اجتماعية. ما يحصل اليوم في تونس، ليست لدينا في الحقيقة مطالب اجتماعية في هذه الاحتجاجات الليلية. كل ما حصل، ولذلك أنا يعني من الذين يصنفون على أنها مشاغبات وليست احتجاجات. نعم. لأنه الاحتجاج يرافقه مطلبية، ترافقه قضايا يرفعها المحتجون، مطالب حقيقية. ربما حتى الذين خرجوا من أجل مطالب حقيقية وقع تعمي على هذه المطالب بهذه المشاغبات، بهذه الانحرافات التي وقعت، بالعنف الذي يمارس، بالمواجهات مع وحدات الأمن، مع سيارات الأمن، مع غيرها، بشكل أن حولها إلى نوع من العنف وإلى نوع من البلطجة. دعنا نقول بكل وضوح، يعني السطو على مؤسسات عمومية، على محلات تجارية، على بيوت، على معناها محلات مغلقة بالليل في مرحلة الحجر الصحي وفي مرحلة حظر الجولان، هذا كله لا يمكن أن يسمى إلا بلطجة. من يقف وراء هؤلاء؟ أنا في تقديري سأكون واضحا أستاذ سمير، ولا أواري هنا أو هناك، وكنت تحدثت عن هذا سابقا وبعض أستاذ صالح، لو تسمح لي فقط هذا السؤال تفضل. سأتركك تجيب عنه، أعود لك بعد قليل، لأنه انضم إلينا الآن الأستاذ بولبابة سالم، كذلك الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من تونس. مرحبا بك بولبابة، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة والمشاركة. عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تعليق له على ما حصل قال أنها احتجاجات كانت متوقعة وليس فقط هكذا استشرافا، بل هو يقول وفق دراسات رسمية وعلمية أجراها المنتدى بعد هذه الفترة، يقول أن الشباب المنقطع تلقائيا ومبكرا عن الدراسة يبلغ عددهم في العشر سنوات الأخيرة حوالي 1,000,000 تلميذ، وهم أعداد تضاف إلى هذه الشباب المحتج. إذن كانت أحداث متوقعة أستاذ بولبابة. تحياتي ليك أخ سمير ولكل متابعي قناة تورس تي في. طبعا هنا في ما يخص هذه الأرقام، صحيح يعني هناك لا أحد يشكك بوجود أزمة اقتصادية واجتماعية في تونس، ولكن كذلك أن شهر جانفي في تونس معروف بأنه شهر الاضطرابات الاجتماعية وشهر الاحتجاجات. مسألة هنا 1,000,000 منقطع عن الدراسة، أو يعني منذ الثورة، منذ 2011 إلى اليوم 100,000 يعني تقريبا يغادرون مقاعد الدراسة كل سنة، هذه حقيقة. لكن لماذا لا يخرج هؤلاء مثلا في شهر جويلية أو شهر أوت؟ لماذا لا يخرجون في شهر جوان أو شهر ماي؟ لماذا في هذه الفترة بالذات؟ هذه الفترة بالذات أخي العزيز يعني تعيش أول شيء هناك أوضاع استثنائية. صحيح هناك وضع اقتصادي متردي، زادته تقريبا جائحة كورونا يعني صعوبة على صعوبة. مع ذلك كذلك مع جائحة كورونا هناك أيضا ارتباك في أداء العمل الحكومي، هناك عدم استقرار سياسي، يعني هنا عندما نتحدث عن التنمية، التنمية لا تكون ب 13 حكومة، هناك 13 حكومة مرت على تونس منذ 2011، يعني عمر هذه الحكومات لا يسمح لها حتى بمعرفة الوزراء بمكاتبهم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تطالعنا أحيانا بعض الأرقام وبعض التكهنات. أنا في الحقيقة يعني الكثير من هذه التكهنات وهذه الأرقام، أنا ذكرت أكثر من مرة أن ما يحصل ليست حركة احتجاجية أبدا، هذه يعني أحداث شغب وأحداث للخلع والنهب والسرقة واللصوصية. يعني ما الذي يمنع هؤلاء مثلا، لأن لم نرى مثلا مسيرات نحن الليلية، لم نرى شعارات ترفع، لم نرى يعني قيادات تقود او يطالبون بالتنمية وما شابه ذلك. هؤلاء رايناهم مثلا نهارا يوم امس او صباح هذا اليوم، هناك مسيرات منظمه في الجهات وعبرت عن رايها. هؤلاء صحيح يعني معطلين على العمل واصحاب شهادة عليا ومن حقهم، وتونس بلد الحريه وبلد الديمقراطيه، الدستور يسمح لكل الناس بالتظاهر طبعا في اطار احترام القانون، وهذا معقول ومعروف، وهذا من مكاسب الثوره التونسيه.
أما ما يحصل ليلا هذا لا علاقة له بالحراك الاحتجاجي إطلاقا، لأن أغلب الذين وقع تقريبا إيقافهم هنا من قبل وزارة الداخلية هم من الأطفال. يعني هل يعقل مثلا أن أطفال بين 15 و17 سنة تقريبا أكثر من 600 أو 800 شخص تقريبا حسب الأرقام الأخيرة يقع إيقافهم ليلا، ويعني وهؤلاء لا هم أول شيء لم يحترموا حق حظر الجولان، لم يحترموا كذلك حالة الطوارئ والتعامل الأمني. في الحقيقة هنا أريد أن أشيد بمهنية والبابا يبدو فيه انقطاع في التواصل، انقطاع في التواصل معك الصورة. سنحاول ترتيب الأمر للزملاء. دعني أعود للأستاذ صالح عطية. كنت طرحت سؤال أستاذ صالح حول من يقف وراء هؤلاء، من إذن؟ أنا اعتقادي هنالك جهات داخلية وجهات خارجية. درجنا على في تونس على أن نسمي أن نطلق ما يعرف بجرح الانتخابات. اليوم جرح الحكم في الحقيقة أصبحوا جزءا من هذه المنظومة، منظومة جرح الانتخابات من الداخل. تعلم جيدا أن بعض الأصوات الآن تنادي إلى إنزال الجيش، إلى حل البرلمان، إلى حل الحكومة، إلى وضع قيادات سياسية في السجون أو في الإقامة الجبرية، إلى اتخاذ رئاسة الجمهورية كل الصلاحيات من أجل تأمين المرحلة باتجاه انتخابات لسنا ندري كيف ستقع ومتى ومن سيشارك فيها إلى آخره. يعني بعد التصفية الحزبية والسياسية نقوم بانتخابات يشرف عليها رئاسة الجمهورية. لست أدري هذا الطرح السياسي كيف يمكن أن يستقيم في وضع نسميه انتقال ديمقراطي وفي دستور يؤسس لهذه الديمقراطية التونسية الناشئة. إذن بالإضافة إلى ذلك هنالك اليسار الراديكالي حقيقة يعني كشف مرة أخرى عن قصور في نظره كبير جدا، وعن يعني عن ربما حتى عدم فهم لما يجري في الواقع، وعن تسرع في الحكم وفي اتهام بعض الأطراف سواء كان في السلطة في الحكم أو في خارجها بأنها هي المسؤولة على 10 سنوات، وهي المسؤولة عن الفشل، وهي مسؤولة عن كذا. وأنا اعتقادي أن هذا الفشل يتقسمه كل التونسيين في تقديري في الحكم وفي المعارضة والنخب والمثقفين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وكل من هب ورجال أعمال وغيره. كل من هب ودب في تونس في هذه 10 سنوات يتحمل مسؤولية ما يحصل الآن بنسب المتفاوتة طبعا. نعم. ولكن ليس هنالك طرف يمكن أن يقول أنا لا دخل لي فيما حصل. حتى المعارضة ينبغي أن تكون معارضة بناءة ومعارضة تدرك جيدا من أين تؤكل الكتف، وليست معارضة شعارات ومعارضة معناها اتهامات للخصوم الحاكمين. هذا أولا. إذن هذا يعني أنا أفهم من كلامك أستاذ صالح، هل أفهم من كلامك؟ جملة برك سمير، جملة برك. وطبعا جزء كبير من المنظومة القديمة، المنظومة القديمة هذه تشترط الحقيقة حتى على الحكومة نفسها وعلى الأطراف اللي في السلطة شروطا أساسية. ضعوا الوزراء الفلانيين ولا تضعوا وزراء كذا، هذم وزراءنا وإذا ما وضعتموهم يحركوا العجلة الاقتصادية، وإلا فنحن في حل مما يجري في البلاد. هذا نسمعه في الكواليس ونسمعه أحيانا حتى في البلاتوات بشكل غير مباشر، ولكن مفهوم بالتلميح، مفهوم بالإشارات، مفهوم بمعناها امبليسيتمون يعني ضمنيا في الخطاب. وفي الطرف الخارجي طبعا ندرك جيدا غدا أستاذ سمير سيقع تسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن التفاصيل التي تجري في الولايات المتحدة. السلطة سيقع تسليمها بلا شك حسب كل التقديرات، وبالتالي وصول بايدن إلى السلطة المعروف باعتباره ينتمي للحزب الديمقراطي بانتصاره للانتقال الديمقراطي في العالم العربي لثورات الربيع العربي أيضا، هناك خشية من أطراف خارجية من أنه يقع تعميق وجود المسؤولين في الحكم الآن في الحكومات، خاصة في الحكومة التونسية، وبالتالي كأنهم سيجدون سندا أمريكيا في المرحلة القادمة. لذلك تتعجل بعض الأطراف الخارجية، وهنا تحديدا نقول الإمارات وفرنسا. يعني عندما نشاهد ما تبثه القنوات الإماراتية وحتى بعض القنوات السعودية المحسوبة على الخواص يعني أو الحرة أو شيء من هذا القبيل، يعني ندرك جيدا بأنه هنالك أجندة، يعني صور ومشاهد وفيديوهات يقع تمريرها في هذه القنوات لا علاقة لها بما يجري في تونس. نعم. هنالك يعني بضعة عشرات
نصورهم على اساس انهم جحافل نتاع مئات والاف تخرج للشارع بالليل وما الى هنالك. وفرانس 24 على سبيل المثال وطرحها كمثال، والقنوات الفرنسيه تي في 5 وتي في 2 الى غيره، هذوما كلهم فرنسا الثانيه كلهم في اتجاه انه هذه ثوره شعبيه ثانيه في تونس، ويسمونها ثوره الجياع، يسمونها ثوره المحرومين. يعني هنالك العديد من التعبيرات التي تشير بكون وضحت الصوره. نعم يعني بالضبط. ابقى معي صالح، ابقى معي صالح، ساعود اليك بعد قليل. ابو البابا ان شاء الله يكون التواصل معك افضل الان. توصيف هذه الاحداث بانها ثوره ثانيه وثوره جياع، هل هو توصيف صحيح قريب من الصواب؟ لا 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 لا، هذه ليست لا ثورة جياع ولا ثورة ثانية. الثورات لا تحصل بهكذا طريقة، الثورات ليست وصفة جاهزة، والثورات تحصل دائما عندما تتوفر شروط قيامها. ما هناك من يعني يصور ما يحصل الآن وكأنه ثورة يعني وهو يحلم، وللأسف يعني بعض القيادات السياسية الفاشلة في تونس من الذين فشلوا في الانتخابات أو من أصحاب الإيديولوجيات البائسة التي دخلت أرشيف التاريخ خاصة من اليسار الراديكالي، يعتبرون أو يوهمون أنفسهم بأن هناك ثورة ويجيشون الناس على هذا الأساس، وهم في الحقيقة لم يخرجوا حتى للشارع للقيام وللمساهمة في هذه التحركات. هذا من ناحية، هذه ليست ثورة أبدا، الثورة تكون بهذه الصورة. وما نراه يعني من الثورات، أول شيء يعني من يقارنها بما حصل في 2010، كان هناك في 2010 أول شيء التفاف شعبي كبير، وكان زي. هناك أغلب السياسية تقريبا هناك يعني تضامن كامل مع المحتجين، وهناك طبعا كل المعارضة التونسية بجميع أطيافها توحدت ضد النظام الموجود. هذا الآن غير موجود، الآن هناك إدانة شديدة لأعمال النهب والتخريب، وحتى بعض الأحزاب سواء داخل السلطة أو حتى في المعارضة أدانت ما يحصل، ومع طبعا استحسانها للحركات الاحتجاجية السلمية، لكن ما يحصل في الليل هذه اللصوصية ونهب وتخريب. من ناحية ثانية، من يقولون بأن الثورة أنها ثورة جديدة هم أساسا الفاشلون في الانتخابات، وأساسا كذلك بعض الفوضويين، وهم أيضا كذلك بعض مراكز النفوذ التي فقدت ربما مواقعها في خلال السنوات الأخيرة. نرى مثلا في الفترة الأخيرة، والتونسيون يعلمون جيدا أنهم لاحظوا استهداف بعض المؤسسات الاقتصادية دون أخرى، وهناك نوع من استهداف بعض الأماكن دون أخرى، وهناك تقريبا يعني لو 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 أن وزارة الداخلية ولو أن القيادة السياسية تعلن عما يعني عما توصلت إليه القيادات الأمنية من نتيجة لأسباب هذه التحركات، ستكون نتائج صادمة جدا للرأي العام. يعني شباب الموقوف عند التحقيق معهم أكيد أنهم ذكروا أشياء كثيرة، يعني بكل تأكيد المؤسسة الأمنية في تونس قوية جدا، وتعرف جيدا من يقف وراء هؤلاء ومن يمولهم سواء من الداخل أو من الخارج. أشار ضيفك منذ قليل إلى قنوات يعني بعينها أجنبية تبث وبصورة مباشرة ما يحصل، وتحاول تجيش الناس، وتحاول حتى عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال الصفحات السبونسوريزي، ثم كذلك وهناك توهم الناس يعني من خلال يعني هل من المهنية الإعلامية مثلا أن مراسلين يتحدثون عن يعني جماهير بآلاف الناس يعني تتظاهر في الشوارع وهو غير موجود على الإطلاق. نحن أبناء البلد ونعرف جيدا ماذا يحصل ونطلع على ما يحصل. نعم. هناك ما يحصل في الليل هم مجموعة من اللصوص المنحرفين الصغار المراهقين، يعني لا وجود للثورة أصلا. طيب من يحركهم بالبابا؟ من يحركهم؟ من يحرك هؤلاء؟ هناك مراكز نفوذ اقتصادي تقريبا، هؤلاء كانوا مرتبطين ربما بأحزاب معينة أو بمراكز نفوذ اقتصادي حتى قديما، ربما شعروا بأنهم على الهامش في الفترة الأخيرة،
وأن هناك السلطة في الفترة الأخيرة يبدو أنها لم تحمي أحدا في ملفات الفساد، وبالتالي يبدو أن هناك ملفات ستفتح، ويبدو كذلك أن لا توجد حماية لأحد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى كذلك يعني تم القبض على الكثير من المراهقين وكثير من الناس، وحتى يعني من يعني هناك حتى أموال تم حجزها. نعم. من ناحية أخرى كذلك لا بد أن نشير إلى أن بعض كما قلت القيادات الحزبية الفاشلة تحرض علنا يعني في صفحات فيسبوك. مسألة أخرى كذلك، هناك أيضا محاولات لإرباك المسار في تونس. هناك يعني تونس ليست الدولة الوحيدة التي يوجد فيها فقر وتهميش، يعني ليست البلدان المحيطة بنا مثلا مثل سويسرا أو هولندا. هناك تونس يراد استهدافها بضرب تجربتها الديمقراطية، نعم، ولكن يبدو أن هذا الأمر سيسقط، وهناك محاولة أخيرة الآن يقومون بها قبل، صحيح يعني وأنا أوافق السيد صالح عطية قال قبل يعني تقريبا مجيء بايدن إلى السلطة، وأن الأمريكان هنا أساسا يدعمون مسار التحول الديمقراطي في تونس. نعم. لكن هذا الدعم رهين بما يحدث في الواقع، يعني الواقع، توازنات الواقع، نعم، والقدرة على المقاومة هنا والقدرة على الصمود أمام هذه المؤامرات الخارجية ستعطي تقريبا متنفسا لها. بيان طيب. مثلا وزارة رئاس الحكومة اليوم أخ سمير، ولا شك أنك ربما يعني صدر منذ ساعة تقريبا، نعم، يؤكد يعني أن هذه التحركات الليلية هي مدانة، هي عصابات تخريبية، ويقول بأن سيتم تتبع هؤلاء مع حق الناس طبعا في التظاهر السلمي، وأن هناك تقريبا للأسف في تونس بعض المعارضات، هناك معارضة وطنية صحيح، لكن هناك معارضة صبيانية يعني تحاول استغلال مثل هذا الظرف للركوب على الأحداث. جيد. هؤلاء الراكبون على الأحداث تقريبا سيجدون من أنفسهم مرة أخرى على الهامش. ابقى معي أبو البابا. صلاح عطية، فيه كذلك سؤال آخر يبحث عن جواب، هو المتعلق بموقف رئيس الجمهورية. يعني بعد ما صارت يوم أو اثنين أو ثلاثة بعد ذلك نزل وأدان وقال للشباب لا يجب التخريب من هنا وهناك، وبعض من يكتب من الإعلاميين والصحفيين يقول أن هناك بعض الجهات والصفحات المساندة لرئيس الجمهورية تدعم هذه الأعمال. ما رأيك أنت في موقف الرئيس من هذه الأحداث؟ البعض يقول أنه تأخر، وكذلك من هذه الأخبار المتعلقة ببعض الصفحات التي مع الرئيس وتدعم قيس سعيد، هي نفسها تدعم مثل هذه التحركات. يعني سمير، أنا أعتقد أن رئيس الجمهورية يبحث عن مثل هذه الأحداث بكل تأكيد. بأي معنى يبحث عن هذه الأحداث؟ هو يريد أن يدعم فكرة التنسيقيات، ويريد أن ينقلب على المنظومة الحزبية الموجودة والمنظومة السياسية بشكل من الأشكال. وهذه الأحداث التي تشير بالبنان إلى الحكومة وتنتقدها وتنتقد الذين في السلطة والذين في البرلمان، واستمعنا أمس إلى أصوات تطالب رئيس الجمهورية بحل البرلمان. نعم. حل البرلمان لم يأتي من فراغ، هذا قالته كما قلت منذ قليل، قالته مجموعة من الأطراف السياسية تنادي بذلك. صحيح. بشكل علني في بيانات وفي الخطابات التلفزيونية وغيرها، يعني نادت بحل البرلمان ونادت بحل الحكومة، والبعض منها كما قلت منذ قليل نادى بإنزال الجيش حتى، ووضع قيادات سياسية تحت الإقامة الجبرية وفي السجون. إذن هنالك يعني نوع من التخطيط بين ظفرين بتحفظ، نقول الكلمة هذه، لاستثمار هذه الأوضاع الآن، ومحاولة الذهاب بها إلى أقصى حد ممكن من التوتر. أنا أعجب مثلا عندما يتوجه رئيس الجمهورية إلى هؤلاء الذين مارسوا اللصوصية في نهاية الأمر في هذه الأحداث الليلية، ويقول لهم أنتم لستم لصوصا وأنتم محتجون وعليكم أن تمسوا الممتلكات العامة والخاصة. لا أعتقد أن هذا خطاب رئيس الجمهورية، يعني هو أمام اللصوص أو جزء منهم على الأقل من الذين خرجوا وعنفوا وخلعوا يعني مجموعة محلات وحاولوا أن ينهبوها إلى آخره، يتوجه لهم ويقول لهم أنتم لستم لصوص وأنا أهيب بكم بأن لا تمارسوا معناها النهب للممتلكات العامة ولا تمسوا المؤسسات العامة. هذا خطاب منقوص،
هو مهم ان يقولوا رئيس الجمهوريه في تقديري، لانه ما ينجمش يقول لهم، يعني لا يمكن ان يقول لهم لا تحتجوا، ولكن ايضا هذا خطاب هش كثيرا لا يصدر عاده عن رئيس الجمهوريه الذي يطالب مش باش ينزل الى المنيله، منطقه المنيله حيث كان يسكن سابقا، انما ان يصدر خطابا سياسيا للتونسيين جميعا يقول في وجهة نظر رئاسة الجمهورية وفقا للقانون وفقا للدستور وبمعطيات سياسية. طيب صالح، هنا أود أن أسألك، هنا يعني لما في المليهلة حينما تحدث مع الشباب كما ذكرت أنت، وبدأ الشباب في النهاية يقولون أو يطالبون بحل البرلمان، الرئيس لم يكن له أي ردة فعل، يعني سكت. هذا الذي قلته منذ قليل سمير، هو ربما يعني الكلمات من هذا القبيل يريد أن يحولها إلى مطلب شعبي، من مصلحتي أن يكون هذا مطلب شعبي وليس مطلبا حزبيا فقط، ليست بعض الأحزاب التي تذهب إليه وتناديهم وتطالب بذلك، يريد أن يحول هذا الموضوع. يعني يفترض حقيقة أن رئاسة الجمهورية قبل أن تمرر هذا الفيديو أن تقوم بعملية تركيب أخرى، لا تصب الزيت على النار كما يقال، تسكب الزيت على النار. نعم. وتحرص على أن تقطع مثل هذه المطالب، لأنه هو ماشي يعني ذهب إلى هناك لكي يقدم رسالة، عندما يواجه برسالة أخرى لحل البرلمان كأنه يعطي مشروعية لقضية حل البرلمان، كأنه يقول أنه هذا مطلبي وليس مطلب أحزاب فقط، هذا مطلب شعبي، سيحوله إلى مطلب شعبي. وأنا من هذه الزاوية أخشى ما أخشاه أن الرئيس يذهب في مغامرة من هذا القبيل، وهذا متاح وهذا مطروح، يعني وارد، أنا لا أستبعده تماما في التحليل السياسي. رئيس الجمهورية من مصلحته الآن أن يستثمر هذا الوضع للانقلاب على ما يجري الآن في البلاد. صالح، هل ستستمر؟ اسمح لي بجملة فقط سمير، حتى لتفهم بشكل معناته مقلوب. أنا لا أعتقد أيضا أنه الحكومة أو الحزام البرلماني للحكومة يعني هم على أحسن ما يرام، هم مخطئون في كثير من المقاربات ومخطئون في التعاطي مع هذه الأحداث بالذات. يعني حتى صدور بيان رئيس رئاسة الحكومة اليوم الذي يتحدث عن هذه الاحتجاجات على أنها مشاغبات لا يكفي، هنالك مطالب حقيقية، هنالك فقر حقيقي، هنالك معناها تهميش حقيقي، هنالك أزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية. كنت أتمنى على رئاسة الحكومة أن على الأقل يعني تقدم مجموعة ملاحظات أو مقترحات أو مجموعة يعني توصيات من أجل الذهاب بعيدا باتجاه حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، ولا تكتفي بالمقاربة القانونية والمقاربة القضائية والأمنية. هذا مشكل آخر، وعدنا هنا إلى نفس المقاربة متاع بن علي سابقا عندما كان مستبدا بتونس. أخشى ما أخشاه أنه بقدر ما سمى نوع محاولة للانزياح بهذا ما يجري الآن من قبل ربما أطراف في رئاسة الجمهورية، أن يحصل ذلك من عن غير قصد أيضا من قبل رئاسة الحكومة والحزام البرلماني. حذاري، نحن أمام يعني تطورات شديدة الأهمية وخطيرة، ولا ينبغي التعامل معها بمثل ما أرى شخصيا من مثل هذا التعامل. ابقى معي صالح، سأعود إليك بعد قليل. بولبابا، في ذات الإطار يعني موقف رئيس الجمهورية في أحداث كثيرة يعني تحصل لم يكن من المبادرين، ينتظر أيام ثم بعد ذلك يظهر بموقف في كثير من الأحيان كذلك موقف لا يعجب كثير من التونسيين. لماذا تأخر موقف رئيس الجمهورية في مثل هذه الأحداث التي كانت معلومة، أحداث شغب ونهب وسرقة لا تشرف أحدا من الثوريين أو المحسوبين على الثورة، ناهيك عن الوطنيين دعنا نقول، لم يدنها إلا بعد أيام، وهناك هذه التنسيقيات المحسوبة على الرئيس، كثير منها من يشيد بهذا الشباب ويقول هذا الشباب المظلوم، ماذا تريدونه أن يفعل؟ ما رأيك؟ شكرا على السؤال أخ سمير. طبعا هنا ما يحصل مثلا، لدي موقفين ربما يمكن بناء عليهما. الموقف الأول مثلا هنا هو ما أعلنته مثلا يعني تقريبا أقوى تنسيقية في تونس، اللي هي تنسيقية الكامور صحيح الشهيرة، والتي أعلنت وقالت في بيان لها أن ما يحصل في هذه الليالي ليست لا علاقة لها بالحراك الاحتجاجي، وإنما هي فوضى تخريبية. نعم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إذن هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية هي تدخل رئيس الدولة يوم أمس. هو كثيرون انتظروا تقريبا تدخل ليس فقط رئيس الدولة، يعني حتى لا نكون منصفين، لم نرى مثلا حتى في رئاسة الحكومة من ألقى كلمة، من وضح الأمر، من تحدث عن ما حقيقة ما يحصل. طبعا هنا البارحة مثلا رئيس الدولة ربما لم يلقي خطابا، ولكنه ذهب
إلى أحد الأحياء الشعبية وده في ضواحي العاصمة وهي منطقته طبعا منطقة المهلة، وأراد إيصال رسالة معينة. هذه الرسالة فحواها تقول بأن هذه الأحبال الشعب غير مقبولة ومدانة وأدانة خاصة الراكبين على هذه الأحداث، واعتبرهم أنهم يريدون الاستثمار في الفوضى والتخريب. ربما الجانب الآخر الذي يمكن انتقاده هنا أن ما دونته مثلا صفحة رئاسة الجمهورية في يعني ربما هنا نتحدث عن الجانب الاتصالي، أنهم ربما أظهروا بعض الشعارات التي رفعها بعض الناس هناك وهم متنوعون، مثل حل البرلمان، مثل يعني تدخل الجيش أو ما شابه ذلك. هذه مسائل مثلا كان يمكن أن تحصل عفويا بصورة عادية، لكن لا أن تنشر في صفحة رئاسة الجمهورية، لأن نشعر هناك أن هناك نوع من التوظيف لهذا الأحداث من الفريق العامل مع رئيس الدولة، طبعا في الجانب الاتصالي أساسا. مسألة أخرى أيضا أن يعني حقيقة هنا أخ سمير لا أحد يملك حلول في تونس، يعني هنا ليست هناك بوصلة واضحة وليس هناك برنامج حقيقي واضح ولا مشاريع واضحة. يعني عندما نقول حكومة التكنوكرات، حكومة التكنوكرات لا تغير، حكومة التكنوكرات هي حكومة إدارة، يعني تدير المرحلة، تدير فقط، يعني لن تقوم لا بإصلاحات كبرى ولن تقوم بتغييرات جذرية. من يقوم بالتغييرات الجذرية هم الوزراء السياسيون، لأن لهم لدى التصورات ورؤى وبرامج ولهم خلفيات كذلك. بالنسبة للوزراء الإداريين، هؤلاء وزراء إداريين تنفيذيون يحاولون طبعا إدارة المرحلة، ويعني مثل تقريبا أي إدارة عمومية تونسية، فقط هنا يمكن هناك إجراء بعض المحاولات للتحسين الأداء وما شابه ذلك. العود هنا مثلا إلى رئيس الدولة أيضا، يعني ما قاله يوم أمس هو يمكن أن يؤخذ كما قلت في اتجاه إيجابي، أنها رسالة إلى المخربين أنه لا يتبنى هذا الأشياء. كذلك يعني هو ظهوره أصلا في يعتبر يعني هذا نوع من الالتحام بالناس في فترة معناها صعبة وصعبة جدا، هذا نجم نصنفها كذلك فيها جانب شجاعة أيضا، لأن يعني من الصعب الآن في هذه الظروف أن يخرج مسؤول ويخاطب الشباب مباشرة. لكن ما قولك أبو البابا القول أنه هذه الأحداث، أحداث الشغب وتواصلها واستمرارها، هي في مصلحة الرئيس يعني بشكل ما؟ والله شوف أخ سبير، أنا لا أتصور يعني أن هذا الأمر بهذه الصورة. يعني هناك مبالغات حقيقة فيما يطرح وفيما يقال وفيما ينشر، لأن عندما يقول بأن الرئيس وكأنه المستفيد من هذه الأحداث، يعني هي في النهاية إلى أين ستمتد هذه الأحداث؟ نحن تونس عاشت قبل سنتين أحداث شبيهة بهذه الأحداث، وكان وقتها هناك صراع كبير بين القصر قرطاج والقصبة، بين الباجي قيد السبسي رحمه الله ويوسف الشاهد. حصلت في مثل هذه الفترة في شهر جانفي يعني عمليات تقريب خلع، محاولة خلع ونهب ليلية، ودامت لأيام، وأغلب الذين سندوها هم يسندون هذه اليوم، يعني أطراف من أقصى اليسار وبعض الفاشلين كما قلت في الانتخابات. ولكن في النهاية دائما في تونس أخ سمير عقل الدولة العميق، يعني ليست هي مسألة أهواء ويعني و رئيس الدولة هو إنسان مسؤول في النهاية، وليس معناها مش اللي كما عندنا مثال في تونس إحنا للشاهي شاه ويعملها في عشاه. هناك عقل الدولة العميق من كبار المستشارين ومن كبار الأمنيين والعسكريين والعقل الاستخباراتي، طبعا هو الذي يضع مصلحة الدولة ومصلحة البلاد فوق كل اعتبار. واضح. وهناك أولويات، وهذا طيب. رأيناه يعني حتى سابقا. طيب. مثلا أعطيك مثال أخ سمير. أها. وأختم به أنا رد. يعني مثلا هنا الاجتماع الأمني الأخير الذي حصل قبل يومين. وشارك فيه رئيس الدولة في وزارة الداخلية. وحضر فيه كل المسؤولين. يعني ورغم الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة، وأقر إنزال الجيش. يعني لو كان الرئيس يريد تعفير الوضع لما وافق مثلا لإنزال الجيش إلى الشوارع. واضح جدا. ابقى معي أبو البابا، سأعود إليك. الحبيب أبو عجيلة الأستاذ المحلل والإعلامي معي كذلك من تونس، مرحبا بك سي الحبيب وشكرا لك لقبول الدعوة والمشاركة. بعضهم كتب تعليق على الأحداث هذه أنه ما يحصل هو بسبب حالة الإحباط التي يعاني منها معظم شباب تونس بسبب خيبة أمله في الثورة التي لم تحقق للشعب
منجزات ملموسة على أرض الواقع. ما رأيك يا أستاذ الحبيب؟ هل هذا مبرر لهذه الأعمال الشغب والنهب؟ لا، الأحداث هذه اللي وقعت في الأيام هذه القليلة الماضية هي متزامنة ومنظمة نشئنا في المكان وفي الزمان، وبنوعية معينة من الشباب المتحرك فيها، بحيث لا يمكن أن نحملها على الاحتجاجات الاجتماعية. الاحتجاجات الاجتماعية إذا كان تتواصل ممارسة السياسيين بالطريقة هذه ستخرج في وضح النهار وبوجوه مكشوفة، وستتبناها أطراف سياسية بكل وضوح، وسوف تساهم ربما في إسقاط منظومة كاملة تبدو أنها متعثرة وسقيمة ومرهقة معناها ومستنزفة. ولكن الأحداث الليلية هذه لا طبعا هي تستثمر في الوضعيات هذه، يعني الأطفال أو الشباب المنتدبون للقيام بهذه الأحداث الليلية طبعا هم العاطلون عن العمل، ومش بيجيب لك ناس موظفين يقوموا بالعملية هذه ويجيب لك أساتذة ولا يجيب لك دكاترة، معنا طبعا هو سيستثمر في الشباب اللي عنده إحباط واللي يشتغل، يستطيع أن يشتغل في مثل هذه الأحداث ليليا. المشكل أن وزارة الداخلية والسياسيين لا يريدون أن يتكلموا بوضوح، هناك إثباتات، معنا في الإيقافات اللي تمت فيها إثباتات. يعني أنا أقول لك شيء أخ سمير، في تونس نشأت ما يمكن أن نسميها بشركات المناولة السياسية. ثم شركات واضحة تخدم في النهار، مثلا تحب تعمل اجتماع انتخابي أو تعمل اجتماع سياسي، تمشي تتصل بهذه الشركة التي تعمل في القانون وفي العلن وتقول لها أنا نحتاج جمهور، مثلا نحتاج جمهور شبابي، نحتاج جمهور مثقف، نحتاج عندي اجتماع، فيجيبوا لك 5000، يجيبوا لك 4000، يجيبوا لك 2000، معناها وتدفع انت بعدد الراس. يعني هذا قانون. ثم حاجه اخرى نشات عندها 6 أو 7 سنين، انشاوها بلطجيه الحوم، ولو يعرفوا التناقضات السياسيه ويعرفوا المشاكل السياسيه ويعرفوا اللوبيات كيفاش يتعاركوا مع بعضهم وكيفاش معناها يبتزوا بعضهم وكيفاش يزايدوا على بعضهم، وعندهم علاقات هذوما مع كل الأحزاب السياسية ومع كل التنظيمات واللوبيات ورجال الأعمال، ويجيوهم في المواسم هذه أطراف معينة كله مثلا حاجتي تعملوا لي أجواء معناها متاع احتقان في البلاصة الفلانية وفي البلاصة الفلانية، ويأخذون الأموال. يعني أصبحت جزء من العملية السياسية. أنا أو لامس كتابة قلت ثم رجال أعمال وثم لوبيات عليها أن تدخل السياسة الآن بوجوه مكشوفة وبأسماء، وإحنا كإعلاميين واللي نتكلم عليهم. الأحداث لا اللي صارت هذه الأسبوع هذا طبعا تدخل في هذا الإطار، إطار منظم. لا تستطيع الحكومة أن تعلن الأسماء، لا يستطيع هشام المشيشي أن يعلن. شدوا ناس معناها واخذين فلوس من كذا من الطرف الفلاني، الطرف الفلاني اللي من مصلحتهم عندهم مشكلة في التحوير الوزاري، عندهم مشكلة في فتح ملفات، ثم لوبيات باش تفتح لها ملفات ولوبيات باش تطفيوا عليها الضوء، ثم أجنحة انتصرت على أجنحة الآن داخل الدولة، دونك ثم أطراف انتصرت على أطراف أخرى. دونك هذا التحريك في الساحة معناها عنده معنى. ثم أطراف سياسية استثمرت في هذا، يقول لك يهمني فيه أنا مدام هو صراع أجنحة خليني نستثمره أنا. مثلا اليوم الشباب بتاع اليسار كما يبدو ظهر، خرج في الشارع، لكن خرج بوجوه مكشوفة يطالب بإطلاق سراح الموقفين، ظهر أن الشعارات المرفوعة هي شعارات اليسار، يا غنوش يا سفاح، سحقا سحقا للرجعية، ساترة وإخوانجية، الشارع بالغيبة عملت هذه. هذا استثمار في الأحداث اللي صارت البارح، استثمار. أما الأحداث اللي صارت معنا في الليالي هذه ما عملوهاش أحزاب سياسية، عملوها لوبيات يتعاركوا مع بعضهم، يتصارعوا طيب مع بعضهم. لكن أستاذ حبيب، لما تجد بعض الشخصيات تبرر ذلك بالقول أنه ما يحصل هو بسبب خيبة الأمل في الثورة، يعني عملية ترذيل الثورة هذا وتوظيف كل الأحداث اللي هي تبدو بعض الأحيان طبيعية وردة فعل طبيعية جدا على وضعية طبيعية،
اجتماعية واقتصادية، تتحول إلى أنها حديث على خيبة أمل في الثورة ولم تحقق. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا هو الاستثمار أو الاستغلال. أما أنا نجم نقول، أنا وقت اللي نبدأ في راحة من عقلي قول نعم يا سمير خويا، نعم هذه المنظومة التي معناها إما حكمت باسم الثورة أو توهمنا أنها تمثل الثورة، أو هي ما طاحتش من 2011 واحنا نحسبوها طاحت. نعم هذه منظومة فاشلة يعني، طبعا اي طبعا، وانا نعتبرها سيستم يعني، النظام هو نفسه. النهضة كانت مجرد شاهد زور الحقيقة، نعم. او على الاقل شاهد يبتز، معنى يتم ابتزازه. اما فعلا الثورة معناها عند الناس معناها ولات حاجة فيها خيبة امل. هذا شيء، هذا كلام، هذا تحليل نقولوه احنا ونجم نقولوه، وما في حتى مشكلة أنه يتقال. لا احنا نحكيه على الأحداث اللي وقعت الجمعة هذه والعشر أيام اللي هذه. ما هيش ثورة شعبية. ثورة شعبية إن شاء الله تجي، علاش لا؟ أنا معاه أنه يقع انتفاض شعبي منظم يقول للنخبة السياسية هذه راكم كلكم فاشلين، ويقول للنخبة السياسية راكم ما طيحتوش النظام، يقول للنهضة راك ما طيحتش النظام راك تخدم عنده، ويقول للمعارضة الوظيفية راك أنت ماكش تعارض في النهضة، راك تعارض في الثورة، راك تعارض في الديمقراطية، راك تعارض هذا شيء. أما يلزم نقوله اللي صار الجمعة هذه والعشرة أيام هذه منظمينها أطراف معناها ولوبيات يتعاركوا مع بعضهم داخل الدولة. كانوا يتعاركوا بالمناصب وبالمراكز والصراع على مراكز النفوذ، توا هبطوا للشبيبة للعدو. طيب الحبيب يقول مثلا ها وزير الداخليه اللي بدل نفسن، ما واضحه اللعبه معنا. نعم. انت نحيت من غادي وزير الداخليه او شنو اللي قالك في نعم. لعب. ولكن طيب الجبن نتاعهم ما يحبوش يعلنوا. ابقى معي استاذ الحبيب، سعود اليك في سؤال اخير. صالح عطيه، الحكومه ماذا يجب ان تفعل الان امام هذا المشهد وامام كذلك مطالب مشروعه جدا يعني ترفعها معظم الشعب التونسي، كيف يجب أن تتصرف؟ يعني سمير، أنا أعتقد تحية يعني نسيت باش نحيي أبو الباب سالم والتو الآن حبيب عجيلة. الحقيقة الحكومة لابد أن تتعاطى مع ما يجري الآن بجدية أكبر مما يجري الآن. يعني بعبارة أخرى، دعنا من الجانب القانوني والقضائي والجانب معناها العقابي في الموضوع وعمل إيقافات وهزهم وربما استدرجهم تحت التعذيب أو غير التعذيب باش يقولوا شكون أعطاهم الفلوس إلى آخره. هذا جزء من العملية ومهم في تقديري للغاية حتى ندرك من يقف وراء هؤلاء، ولكن لا ينبغي الأمر أن يتوقف عند هذا الحد. كأنني برئاسة الحكومة إلى حد الآن تحاول أن تقول أنا بريئة مما يجري ولا دخل لي فيه، وما يجري الآن هو شغب فقط وهو ليس احتجاجا، ونحن مع الاحتجاج باعتباره دستوري. حتى الخطاب هذا اللي يقولوا فيه أطراف في السلطة أو في الحزام البرلماني لم يعد يعني شيئا. اليوم علينا أن ننتقل إلى مرحلتين اثنتين في تقديري، مرحلة إيجاد التفكير على الأقل، البدء في التفكير العملي من أجل منوال تنموي جديد في البلاد وعقد اجتماعي جديد في البلاد يقوم على مقاربة مختلفة تماما على المقاربات السابقة، اللي هي مقاربة وحيدة مقاربة بن علي في العقد الاجتماعي. ليس لدينا عقد اجتماعي بعد الثورة إلى الآن، علينا أن ننجز هذا الآن بحوار وطني، بحوار نخبوي، بحوار المعارضة والسلطة. هذا موضوع آخر في التفاصيل، لكن علينا أن نذهب بهذا الاتجاه، والحكومة رئاسة الحكومة عليها أن تدفع بهذا الاتجاه وأن ترفع صوتها عاليا، لنمضي باتجاه حوار وطني أو حوار طبقي أو تخبة أو شيء من هذا القبيل، ولكن ينبغي أن تقول هذا بوضوح. وينبغي أن نذهب باتجاه عقد اجتماعي، أكثر من ذلك ينبغي أن نذهب باتجاه الإصلاحات. هناك إصلاحات اقتصادية لابد أن تقع. كيف للحكومة أن تقول هذا؟ ينبغي أن تكون جريئة وشجاعة. ما يجري الآن يهدد الدولة، يهدد الاستقرار السياسي في البلد، يهدد على الأقل الاستقرار الاجتماعي. الناس خايفة الآن، الجي 6-7 متاع العشية أستاذ سمير،
الناس تدخل الى بيوتها وتغلق البيوت بطريقه معناها توحي وكاننا في حرب اهليه، ثم خوف في البلد. لابد ان تكون الحكومه صمام امان، تقدم نوع من يعني نعم. الجانب الامني للناس، الامن الاجتماعي، انا اقول مش الامن بالمعنى الاخر، الامن الاجتماعي للناس. هذا دور الحكومه الان. الخطاب السياسي اذا لم يتحدث الان، لم يخرج المسؤولون الان، متى سيخرجون؟ القول بانه هذه مجرد مشاغبات ومنحرفون ومدعومون من الخارج ومن الداخل، هذا في التحليل السياسي نعم، لكن في السلطه لديها خطاب اخر يفترض، يفترض ان تقول هذا صحيح، ولكن علينا ان نذهب بهذا الاتجاه. المقاربه الامنيه تخيفني جدا استاذ سمير، وانزعج منها لانها مدخل للتعميه على القضايا الجوهريه في البلاد. واضح نعم. حان الوقت ان نطرحها بكمل العمق وبكمل نعم. الجديه ايضا. شكرا لك استاذ صالح عطيه مدير موقع الراي الجديد، كنت معي من تونس، شكرا جزيلا للمشاركه والافاده. ابو البابا سالم، يعني حتى رئيس الحكومه لم يخرج، ليس فقط الرئيس، حتى رئيس الحكومه لم يخرج، لم يتحدث مباشره في التلفزيون، لم يدن مباشره هذه الاعمال ويقدم حلول لهذه المطالب الاخرى. اذا الحكومه بشكل ما مسؤوله حتى عن هذه الأحداث، أحداث الشغب التي تجري هذه الأيام. شكرا أخ سمير، وتحياتي طبعا إلى الأستاذ الحبيب عجيلة والأستاذ صالح كيسر عطية. هنا السيد هشام الشيشي هو أمام فرصة، وفرصة أمامه تقريبا قد لا تتوفر مرة أخرى، لأن يظهر للتونسيين فعلا بأنه قائد سياسي يمكن التعويل عليه، وأنه رئيس حكومة فعلي قادر على إدارة المرحلة. هذا الأمر يتطلب مسألتين، يتطلب شجاعة سياسية، ويتطلب مصارحة التونسيين بحقيقة ما يحصل. وحدها الحقيقة تقضي على الإشاعات. هناك أخبار عديدة وكلام يعني من هنا وهناك. أنا دائما في تونس أقول بأن المؤسسة الأمنية تقوم بعملها وتعطي خلاصة هذا العمل إلى السياسي، ولكن المسؤول السياسي هو الذي عليه إما أن يعلن فعلا حقيقة ما يحصل، أو أن يدخل في لعبة الحسابات هنا والمقايضات واللعب تحت الطاولة هنا بهذه المعطيات الموثوقة، وهي لأن هناك فعلا أطراف مورطة في هذه العمليات التخريبية واللعب بأمن البلد ومستقبل أبنائه. السيد هشام الشيشي قادر، ربما هناك تكلفة سياسية، وربما هناك كذلك نوع من الحسابات وممن يترصدون يعني هذه المواقف التي قد يعلنها، لأننا للأسف ندير السياسة نحن في تونس خاصة في المعارضة وكل الأحزاب السياسية في الحقيقة يعني تديرها برعونة كبيرة وأحيانا بصبيانية يعني ودائما بمنطق ليس منطق المصلحة الوطنية ولكن بمنطق المغالبة وبمنطق التربص للإطاحة به. يعني قد يعلن مثلا المشيشي ان هناك اطراف فعلا ويسميها ويتم ايقافها نعم. سواء كانت سياسيه او ماليه يعني هل يضمن مثلا ان كل الاحزاب السياسيه وكل الحد بمعارضتها وحكمها والمنظمات الوطنيه ستسانده في ذلك؟ انا اؤكد لك ان كثير منهم سيتحالف مع الفاسدين نكايه في الحكومه. البعض لديهم يعني امراض ايديولوجيه مزمنه بالنسبة له، يعني الوجود النهضة في السلطة أو وجود هذا الفريق في السلطة يجب استهدافه بكل الطرق حتى بالطرق القذرة، وهذه للأسف من مساوئ. لأن هناك كلمة جيدة جدا أنا دائما أعود إليها، قال المفكر هشام زعيد، قال نجد الجيل الكامل في تونس هنالك بناء ديمقراطية، وقال حتى الطبقة السياسية بما فيها حتى المثقفين في تونس تنقصهم الثقافة الديمقراطية. الثقافة الديمقراطية هنا تقتضي احترام هنا السلطة، احترام لجنة الانتخابات، احترام كذلك الدستور، احترام القانون، تطبيقه مثلا. يعني هل من المعقول مثلا أن يطالب البعض مثلا من المنظمات الاجتماعية أو حتى من الأحزاب بإطلاق سراح موقوفين يعني متلبسين في خلع وسرقة؟ هل تجد هذا المثل في كل العالم؟ نعم. يعني هل من كيف يمكن تطبيق القانون؟ أنت رأينا جيدا نحن مثلا ما حصل في تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، وكيف يعني تدخل الأمن الفرنسي بقوة وبعنف ضد الذين
خربوا بعض يعني بعض الاماكن في شانزليزيه، ولازم تطبيق القانون. لكن هنا تطبيق القانون نفسه قد يعرض الحكومه الى حسابات ومزايدات، وللاسف في ظل مشهد اعلامي تونسي تسيطر عليه نفسه بعض لوبيات الفساد. الفساد في تونس اخ سمير لديه اذرع اعلاميه، وهذا قاله حتى سفير الاتحاد الاوروبي برجاميني في تقريره، ان الفاسدين في تونس لديهم اذرع اعلاميه ويحركونها كما يريدون. هل من المصادفه مثلا يا سيدي حبيب، عفوا سيدي حبيب طبعا وسي سمير وكل الساده المتابعين، ان يتم نقل هذه الاحداث الاحتجاجيه بطريقه مباشره على بعض القنوات؟ يعني هل هي مباراه في كره القدم ام حفله او مسرحيه او ما شابه ذلك؟ يعني ما هي الرساله التي يريد ايصالها من بعض هذه القنوات الخاصه؟ طبعا هناك محاوله لصب الزيت على النار، هذه واضحه جدا. السيد هشام المشيشي الان امامه فرصه لكشف الحقائق، هل يفعلها ام لا؟ هذه طبعا يعود الى تقديره. ابقى معي بالبابا الحبيب بوعجيله، الآن ماذا على الحكومة أن تفعل؟ هناك طبعا معارضة تحمل المسؤولية للحكومة، تقول الحكومة لها اهتمام بالحسابات السياسية خاصة للتحوير الوزاري الأخير، ولا يهمها مواجهة مثل هذه ولا البحث حتى عن حلول. هذا كلام طبعا المعارضة. ما الذي يجب أن يفعل؟ بماذا تنصح أنت سي المشيشي الآن أن يتصرف أمام هذا الوضع؟ لا، الوضع هذا هو وضع مؤقت، هذه الأحداث الليلية وحتى البؤر التحركات الآن اللي قاعدة موجودة هي محدودة وستنتهي معنا قريبا. السؤال هو هل تملك الطبقة السياسية الحالية حتى التحالف السياسي الحالي اللي هو يتكون من التجمعين يعني والشقوق متاعهم، يعني دا تونس 2014 يعني قلب تونس والإصلاح الوطني وتحيا والكتلة الوطنية، هذوما اللي عملوا الحكومة ومعاهم الناضوني، يعني معاكم لا تنسوني معناها، والمهم راكشة غادي ودفاعا على الانتقال ودفاعا على روحها وندري شنو كلام الفارغ هذاك. إذا كان ما عندهمش رؤية معناها للمستقبل في إصلاحات هيكلية حقيقة وفي مواجهة الفساد وفي فتأتي معنى آتي الاحتجاجات الاجتماعية الحقيقية وبوجوه مكشوفة آتية، ولن تقودها المعارضة هذه. زادة حتى المعارضة هذه الموجودة توا في البرلمان ولا خارج البرلمان شيء راهي اللي باش تقود التحركات هذه، وما هوش باش يقودها قيس سعيد، لا يملك قدرة على قيادتها. باش تكون معناها تحركات اجتماعية لا تعترف بالطبقة السياسية نهائيا ويمكن أن تكنسها يعني كلها. إذا كان ما تمش التدارك بسرعة بتصورات حقيقية يعملوا الإصلاحات الكبيرة المطلوبة منهم اللي طالبها منهم حتى الاتحاد الأوروبي وطالب حتى البنك الدولي طالب منهم إصلاحات معناها بمقاومة الفساد، إذا كان ما زالوا معناها باش يخضعوا لابتزاز اللوبيات والتسويات معاهم ونركز مع اللوبي هذا ونطفي الضوء على اللوبي الاخر ونستغل التناقضات نتاع الفساد هذوما وندافع على الفساد الاخرين ونحط في الحبس الفساد هذا مبارك، فهذا اللي قاعدين يعملوا فيه. هذا هو معنى 10 سنين، هذا هو السيستم معناه يوزع في قواه بطرق مختلفه، وكل مره يعمل عركه مع طرف داخله وكل مره يعمل تسويه داخله. إذا كان ما مشيناش في الاتجاه الإيجابي، وأنا بصراحة ليس لدي ثقة الآن تقريبا، النهضة الطرف الأكبر بشريا ولكنها خاضعة للابتزاز أولا، والسيد رشد الغنوشي وحده يعني يتصرف تقريبا باعتبار معرفته بالتوازنات الدولية، وهي نفسها النهضة الآن تعيش مشاكل داخلية وما عندها حتى رؤية وما عندها حتى تصور. المعارضة من مسمات الديمقراطية والاجتماعية داخلة في مناكفات معناها ايديولوجية، مشكلتها النهضة وكيفاش تطيح النهضة، وساكتة على الطرف الاخرين حتى توصل اصلا يتحالفوا مع عبير موسي، وبالتالي معناها القوى الجديدة اللي نسميها انا ما تملك حتى رؤية. السيستام نفسه معناها صحيح مسيطر وهو اللي قاعد يتقاسم في النفوذ معناها من هي القوى الجديدة يا سي الحبيب؟ هذه إذا كانت ألغيت كل الموجود، من هي هذه القوى الجديدة؟ لا، انا اسميها القوى الجديده معناها القوى اللي ما كانتش تحكم قبل 14 عام 2011،
معناها هذه الكل النهضة والمعارضة اليسارية والمعارضة الديمقراطية، هذو ما يملكوا شيء، ما عندهم حتى طيب. قدرة، جاتهم ثورة وضيعوها. السيستام قاعد يعيد في تجديد نفسه، ولكن هو نفسه غير قادر على الاستمرار، ما ينجمش يستمر. فأنا أقدر أنه إذا كان ما صارتش معناها رؤية وطنية فيها إصلاحات كبرى ويعملوها في الحوار الوطني، يقول واي جماعة رانا إذا كان ما نعملوش إصلاحات ونضحوا ببعض الفاسدين متاعنا ونعملوا بالحق معناها تطوير حقيقي، رانا باش تطيح علينا السقف الناس الكل، سواء كنا القوى الجديدة ولا القوى القديمة. هكا تعمل الشعوب والطبقة السياسية اللي تبدأ واعية في مراحل الانتقال، معناها تضحي حتى بجزء من أذرعها، معناها باش تحطهم في الحبس وتاخذ منهم الفلوس وتصادرهم أملاكهم. هذا ينجموا يعملوه لا ما أقدر لا، وبالتالي ستبقى تونس في حالة الحرب ولا سلم حتى تنضج حركة اجتماعية قوية فاعلة هي اللي تمثل معناها أهداف الثورة. شوف أنت التحوير الحكومي الجديد اللي عمله، معناها دار 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 وبعد في الأخر جايب ثلاثة وزراء معناها عليهم ملفات فساد، هذا هو السيستم. نعم. معناها والنهضة باش تسكت وباش تصوت لهم، خاطر النهضة باش يقولوا لهم، باش يقولوا اسمع راهو الانتقال الديمقراطي مهدد وراهو ندري شنو هو مهدد، ونتعاملوا مع هذوما خير من اللي نتعاملوا مع الاخرين عبير وامثاله، وراهي المعارضه من غادي معناها شدت لنا ويمكن نطيحنا، وراهو الرئيس معناها يمكن يطيح النظام كله، هذاك هو في الاخر يصوتوا له. اذا كان باش تتم ديما كل مره بالطريقه هذه، باش يجي نهار تنضج حركه اجتماعيه حقيقيه، وانا اقول جيدا لن تقودها المعارضة هذه اللي تدعي نفسها اليوم في بالها مش تقطف هي الثمرة من النهضة ومن المشيشي، ما هو صحيح، ما تملكش القدرة، لو كانت تملك القدرة راهي ربحت في الانتخابات المعارضة هذه، باش تنشأ قوى جديدة حقيقية نجم تخرج من داخل النهضة وتنجم تخرج حتى من داخل التجمعين أنفسهم اللي قرروا في لحظة من اللحظات أنهم يصلحوا وأنهم يقطعوا نهائيا مع منظومة الفساد. شكرا لك أستاذ الحبيب بوعجيلة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من تونس على المشاركة والإفادة. ينضم إلي كذلك من تونس الصحفي والمحلل السياسي عبستار العياري، مرحبا بك أستاذ عبستار وشكرا لك لقبول دعوة المشاركة. في أي إطار تضع أنت كل هذه الأعمال الشغب والاضطرابات التي تقع في بالليل في الأيام الأخيرة؟ هل في إطار الاحتجاج والمشروع؟ أم أنه فعلا هناك أطراف تحركها للانتقام دعنا نقول من السلطة ولأنها لم تجد حظا لها فيها؟ مرحبا بكم أولا وشكرا على الدعوة. مرحبا. أولا علينا أن نشخص الأحداث الأخيرة التي حدثت، هي معناها انطلقت الأحداث مباشرة وبدون مقدمات ولا شعارات ولا مطالب ولا لافتات، تطالب بمطالب واضحة ومحققة، وهنا نضع نقطة الاستفهام. وهذه الأحداث عادة هي حدثت في عديد الدول الديمقراطية، حدثت في فرنسا، حدثت في بريطانيا، حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات السلب والنهب والاختلاسات والتكسير والتهشير حصل في عديد الدول الديمقراطية. نعم. ليست بغريب، لكن أين يكمن السؤال؟ يكمن السؤال هل هناك أسباب ودوافع أم لا؟ وما هي هذه الأسباب وهذه الدوافع؟ عندهم انطلقت من أجل أسباب واضحة وشعارات واضحة وأهداف واضحة ومطالب واضحة، ولكن في تونس للمرة الثالثة تنطلق هذه الأحداث بدون أسباب، بدون شعارات، بدون لافتات، بدون مطالب، مباشرة انطلقت في أحداث النهب والسرقة والاختلاس. والفارق الكبير الذي حصل بيننا وبينه أنهم إحنا انطلقت الأحداث قام بها أطفال قصر، أطفال صغار، معظم الذين خرجوا ليلا هم أطفال صغار. وهنا سؤال، هناك من عمره 12 سنة، ماذا يفقه، ماذا يعلم، ماذا يعرف، ماذا يريد بالضبط؟ فالعملية أصبحت معناها شبه مكشوفة، لأنه كلما تحدث هذه الأحداث في تونس وهي للمرة الثالثة تحدث، كلما تحدث أزمة سياسية في البلاد
وكلما تطلع أصوات تنادي بتغيير نظام الحكم أو إسقاط الحكم، إلا وتحدث أحداث مثل التي حدثت الأيام الليالي الأخيرة. وهنا نفهم أن العملية ليست عفوية وليست اعتباطية وليست من أجل مطالب اجتماعية واضحة. إذن عبد الستار، بتقديرك من يقف وراء هؤلاء الشباب؟ الشرطة تقول أنها وجدت معهم أسلحة بيضاء، مولوتوف، ومبالغ مالية كذلك بعض الذين وقع إيقافهم. وهذا هو، وهذه ليست المرة الأولى. نعم. أنا يا سيدي تعرف الأسباب، تعرف ما جعلها تتكرر هذه الأحداث، هو عمليات، هو الفلات من العقاب وعدم كشف من يقف خلف هذه الأحداث للمرة الثالثة. لأنه لو تم كشف الجهات الأجنبية، لأنه واضح لا يمكن أن لا تخفى على أحد، هناك دول أجنبية وبالتحديد عربية تدفع إلى الفوضى في تونس وتغيير نظام الحكم وتغيير طبيعة الحكم والأطراف وإقصاء بعض وإقصاء الأطراف، وبالتحديد إقصاء الشق الإسلامي من الحكم، أو مش إقصاء من الحكم بركة، بل حتى ربما حتى من المعارضة، أصبحت واضحة. دونك هناك أطراف في الداخل هي معاول الهدم، معاول الهدم هي أطراف في الداخل جيد تستعملها تلك الأطراف الخارجية. طيب عبد الستار ابقى معي أستاذ عبد الستار، سأعود إليك بعد قليل. بولبابا، يعني أمام ضعف الطبقة السياسية سواء كانت الحاكمة أو المعارضة، وبوعجيل قبل كان يقول أنه لو حصلت ثورة لن تقودها المعارضة، بل هذه الثورة لن تعترف لا بمن في الحكم ولا بمن في المعارضة، تصنفهم كلهم في الحكم يمثلون الحكم وكلهم فاشلون، معارضة وكذلك أحزاب حاكمة. هل تتصور فعلا هذا السيناريو مع الوضع الاقتصادي ممكن في تونس الآن؟ شكرا أخ سمير. طبعا أنا أعتقد أن تقريبا يعني قيام قيادة جديدة وطبقة جديدة هنا في تونس، طبقة سياسية وقادة جديدة، تقريبا هذا ما يطمح إليه الكثير من التونسيين. أنا نفسي يا أخ سمير، لا أدري تسمعني جيدا أخ سمير؟ نعم نعم. أوكي. يعني هنا قلت أنا منذ يوم تقريبا كتبت أن البلاد فعلا منذ يومين أن تونس في حاجة إلى قيادة سياسية جديدة تقطع مع القيادات الحالية، يعني تقريبا حكما ومعارضة. للأسف القيادات التقليدية أخ سمير في كل الأحزاب لها يعني صفقات وتسويات وتفاهمات تقريبا لا يعلمها الكثير من منتسبي تلك الأحزاب، وأنا أحترم وأقدر الكثير من هذه الأحزاب، ولكن هذه الوجوه القديمة تقريبا فشلت أول شيء في التوافق، فشلت في الاحتكام إلى القانون والالتزام بآليات الديمقراطية. يعني هل من المعقول مثلا أننا نقبل آليات الديمقراطية في تونس ونرفض نتائجها؟ دائما بعد كل نتائج انتخابات تأتي على غير ما يريد هؤلاء، دائما تتحرك الأبواق والأذرع الإعلامية لهؤلاء للدعوة إلى حوار وطني والدعوة إلى الإنقاذ. ومن ينقذ؟ يعني من يتصدر دعوات الإنقاذ؟ يتصدرها يعني أحزاب وشخصيات ليس لديهم حتى مقعد في البرلمان ومقعدين، يعني مسألة غريبة وغريبة، وهؤلاء يجدون حظوة إعلامية رهيبة يعني وغريبة. يعني بالتالي القيادات الجديدة يعني في الكثير من الأحزاب أو القيادات الميدانية الآن التي نراها مثلا من أصحاب من صناع الرأي في تونس، والكثير منهم يعني لديهم يعني الثقة وكل الاحترام من الناس ومن الشعب، وتابعنا الكثير منهم يعني يحمل تقريبا هموم الناس وليس لديهم أي ارتباطات أو حسابات. هؤلاء بمقدورهم فعلا أن يتنظموا وأن يشكلوا بديلا للموجود، لكن بديلا ضمن الأطر الديمقراطية. لأن الآن في ظل يعني تقريبا الآن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي يقودها السيد هشام بشيشي هي حكومة لإدارة المرحلة، وأنا ذكرت منذ قليل قلت بإمكانه هو أن يدخل التاريخ لو يكشف حقيقة عن ما عجز عنه أسلافه من رؤساء الحكومات الذين يملكون المعلومة ولكن لا يصرحون بها. نفس الشيء
الآن في خضم ما يحصل من أحداث في تونس، تقريبا من العادة، هو في العادة يقال بأن الأزمات تولد القادة الجدد، وهؤلاء القادة للأسف لم يظهروا. يعني القادة أول شيء الجدد لا، يعني لا يظهرون في الليل، لابد أن يظهروا نهارا، يعني في وقت نعم النهار، ويكشفون عن أنفسهم ويطرحون برامجهم وتصوراتهم. هناك حقيقة يجب أن نقولها أخ سمير، هناك حقيقة أن التطلعات الجيل الحالي والشباب الحالي في تونس لا تعبر عن الطبقة السياسية الحالية. هناك فجوة كبيرة بين الطرفين. الجيل الحالي يعني لا يثق كثيرا في الأحزاب، هذا الجيل تقريبا الجيل المعولم، جيل الفيسبوك وتويتر وانستغرام، وجيل يعني شبكات التواصل الاجتماعي، نعم والجيل الذي يتابع ما يحدث في العالم، والجيل تقريبا المنفتح على كل شيء. يعني لا تقنعه الأحزاب الإيديولوجية ولا الأحزاب البراغماتية ولا الأحزاب التي ربما ترفع يافطات القومية واليسارية والدين وما شابه والوطنية وما شابه ذلك. يعني لكن هؤلاء في حاجة نفس الشيء إلى تنظم جديد. الآن في تونس نعم، يعني تقريبا القيادات الحالية عجزت عن بناء أو على الأقل عن بناء يعني الخطاب طيب بمتابعاتك بالبابا، من خلال متابعاتك، هل هناك سعي من أطراف تحظى، دعنا نقول بالاحترام ونخب، سعي للاستفادة من هذه المطالب الشعبية بتغيير الوجوه القيادية هذه، الشعب الذي يبحث عن وجوه أخرى حقيقة تقطع مع الماضي، تكون لها الشجاعة في القطع مع الماضي والشجاعة كذلك في تقديم رؤية بديلة واقعية؟ هل هناك أطراف من النخبة التونسية قادرة على القيام بهذا الدور والاستفادة من الفرصة المتاحة؟ لا أكيد هناك قيادات شبابية في تونس، يعني حتى في داخل هذه الأحزاب هناك قيادات شبابية يعني تتقد حماسا وحيوية ووطنية، ولديها قدرة يعني على مخاطبة الناس والالتحام بمشاغلهم ومشاكلهم أفضل كثير بقادتهم. لكن يا أخ سمير، يعني لما نرى أن وحتى يعني في بعض النخب الفكرية كذلك والثقافية، ولكن يعني عندما تجد مثلا أن رئيس حزب يبقى في منصبه لمدة 30 سنة، يعني كيف يمكن لهؤلاء أن يتطوروا ويصبحوا قادة؟ لماذا تفرغ الأحزاب من كفاءاتها؟ ما بفعل يعني تكلس هذه هؤلاء القادة من الأحزاب الذين تقريبا منذ الثمانينات إلى اليوم يسيطرون على أحزابهم. نعم. يعني ليس هناك ديمقراطية يعني داخلية داخل الأحزاب تسمح بوجود نعم وجوه أو بصعود وجوه واضح جديدة. نعم. تقريبا نفس الوجوه تعاد، وهذه الوجوه لديها معارك نعم قديمة نعم لا علاقة بالوقت الحالي. واضح بس بالذات. الأخيرة باختصار لو سمحت. سمير، نعم آخر نقطة تقريبا، هنا مثلا عادة في الأزمات الاجتماعية الحادة رأينا مثلا في أن الرئيس الفرنسي رماني، لكن اجتمع بكبار المفكرين وقادة الفكر والفلاسفه وعلماء الاجتماع، اجتمع بهم، ولان هؤلاء بعيدين عن الصراعات السياسيه وعن الانتماءات الحزبيه، واراد يعني معهم حقيقه الحلول لهؤلاء. نحن للاسف يعني بامكان السلطه مثلا الاستماع الى بعض من هؤلاء، ولكن نحن لدينا للاسف بعض النخب الفكريه والسياسيه في تونس منخرطه في الصراع السياسي بشكل مفضوح مما افقدها كل مصداقيه. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ بلبابة سالم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من تونس، شكرا وبارك الله فيك على المشاركة والإفادة. أعود إليك عبد الستار، إذن مثل هذه الأحداث المتكررة، أنت ذكرت أنه أقل شيء 3 مرات حصلت في الفترة الأخيرة في نفس الفترة تقريبا شهر جام في شهر الاحتجاجات، الرسالة هي نفسها، القول أن هذه الطبقة السياسية بعد الثورة لم تستجب لأهم مطالب الثورة وهي المتعلقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، تغيير منوال التنمية وما شابه ذلك. هناك كما قال بلبابة تكلس في هذه الطبقة السياسية التي وجدت أو في أغلبها التي وجدت بعد الثورة. رسالة هل وصلت دعنا نقول لهذه الطبقة الحاكمة الآن؟ إلى حد الآن ليس هناك أي ردة فعل
رسمية، دعنا نقول من رئيس الحكومة، من رئيس البرلمان. الآن قبل قليل تحدث راشد الغنوشي يقول بلدكم هي بيتكم ولا يجب أن تحرقوا بيوتكم، لكن هذا ليس، هذا كلام لا يعني لا يفيد. الآن موزايك فهم تتحدث على مظاهرة اليوم الآن في هذه الساعات في شارع حبيب بورقيبة تطالب برحيل الطبقة السياسية، وفيها وجوه سياسية كالعياش الهمامي ومنجي الرحوي على سبيل المثال، ويقال أنها قوبلت بالغاز المسيل للدموع. كل هذه الطبقة السياسية حاكمة ومعارضة، يقول كثير أنها فشلت. ما الحل الآن؟ من الذي يستطيع أن يستفيد من هذا الفشل ويأتي ببديل آخر يواصل به مسير الثورة في تونس؟ سيدي أخ سمير، أنا أختلف صراحة، أختلف عن تحليل صديقي بلبابة. فعندما يقول أن هذه الطبقة السياسية تكلفت، ليس أختلف معه، غير صحيح. لنلامس الداء ونلامس الأسباب الحقيقية. احنا هناك أزمة سياسية، هناك أزمة سياسية هي التي عاقت تقدم الإصلاحات وتقدم المجال الاقتصادي. نعم. ولا يمكن أن تنمو ديمقراطية، ولا يمكن أن تحقق الديمقراطية أهدافها بدون تحقيق أهداف اقتصادية ورفاه اجتماعي للشعب. فعندما نضع كل الطبقة السياسية في سلة، فلن نجد بعد اليوم سياسي يدير شؤون الدولة. للحقيقة لو نعود قليلا إلى الخلف، سنجد كل المعارضة وكل الذين الآن في الحكم مروا بالحكم ومروا بالمعارضة تقريبا. نعم. فهل كلهم فاشلون؟ من أين سنأتي بطبقة سياسية تقود البلاد إلى بر الأمان وإلى الرفاه الاقتصادي؟ هل سنستوردها من الخارج؟ لا هناك أستاذ عبد الستار، هناك كثير من السياسيين ربما برزوا في السنوات الأولى قبل انتخابات 23 أكتوبر في فترة التأسيسي وغيرها، وكانت الترويكا يعني كان فيها كثير من هذه الوجوه. الآن نعم. بعيدون على أي نشاط سياسي، بقوا فقط كمراقبين كمحللين، لكن لهم القدرة على الممارسة السياسية ولهم بدائل كذلك لا يقدمونها الآن. يا صديقي، أن هناك حرب سياسية بين ذفرين، هناك عراقيل سأتطرق بكل وضوح. هل يمكن لدولة في طريق النمو، في دولة خارجة لتوها من ثورة شعبية، أن يحدث فيها في ظرف سنوات آلاف الإضرابات والاعتصامات وتفلس فيها أهم المؤسسات الاقتصادية كمعامل الطاقة والفوسفات في الجنوب التونسي؟ هل يعقل؟ هل تريد أن تبني دولة وتبني اقتصاد بتعطل حركة الإنتاج والإضرابات وبعشرات الآلاف من الإضرابات وبالمعارك السياسية الجانبية؟ يا سيدي، المعركة سياسية، الأسباب سياسية. هناك معركة السبعينات بين الجيلين. الآن ما يحكم البلد والصراع الدائر في البلد هو صراع بين جيلين السبعينات، بين الجيل اليسار واليمين. وهذه الأزمة السياسية هي التي عرقلت كل المسار. إلى جانب أنه لنقولها بوضوح، أن الاتحاد العام التونسي للشغل هي منظمة حشاد العتيدة في الظرف التي يحتاجها البلد بأن تدفع إلى الإنتاج وتطالب بالعمل وتطالب ولا تدعو للإضرابات، أصبحت هي طرف سياسي عند اليسار لخلق التوازن مع الإسلاميين. هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة التي. طيب، لكن هذا الاتحاد أستاذ عبد الستار هو نفسه مقدم الآن مبادرة للحوار سياسي واقتصادي للخروج من هذه الأزمة. عندما وهنا المشكل، وهنا المشكل عن يختلقون الأزمات ثم يقترحون الحلول، وهنا الكارثة التي نعاني منها في تونس. لو البلد كان حقيقة معناها الصراع من أجل البرامج ومن أجل العمل ومن أجل البناء، لما وصلنا إلى هذه الحالة. فأقول أن الاتحاد لولا
لولا الاضرابات التي حصلت على مده 10 سنوات وتعطيل الانتاج والاضرابات العام لم تحدث في تاريخ تونس. انا لا ادعي عن 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 منظمه شغيله والمنظمه العتيده، ولكن امام معناها القاعده الشعبيه او الطبقه الشغيله خاصه في الوظيفه العموميه التي المنخرطين في الاتحاد، فاصبح وهذا مكشوف، هذا معلوم للعالم مش للطبقه السياسيه في تونس، معلوم للعالم انه الاتحاد العام التونسي للشغل اصبح طرف سياسي في العمليه السياسيه، الى جانب اليوم اصبحت الصراع رباعي بين باردو في مجلس النواب، بين القصبه رئيس الحكومه، وبين كرتاج رئيس الجمهوريه، ومن جانب اخر الاتحاد العام التونسي للشغل. فهنا وكل عندما تاخذ كل طرف لوحده وتحاول ان تفهم ماذا يريد بالضبط، ماذا يريد هذا الطرف، فتجد ان المطالب نتاعو انه تقريبا ليست مطالب اجتماعية وليست طرح حلول اجتماعية، بل هي يبحث عن معركة سياسية، بل هو يطالب بإقصاء طرف معين، بل يطالب فمتني ولا بتحجيم طرف معين، بل يطالب بإسقاط طرف، يطالب بإسقاط الحكومة، طرف يطالب فمتني بأن يرجع النظام مركزي فمتني ولا في قصر قرطاج فمتني حكم رئاسي. طيب لكن أستاذ عبد الستار، الحكومة تعطيهم الفرصة لقول كل هذا؟ شوف أنت التحوير الأخير، يعني في نهاية الأمر فيه وزراء متهمون بالفساد، يعني جيء بهم لترضية بعض الأطراف السياسية. أنا أعرف البعض، أعرف الكثير منهم معرفة شخصية، وأعرف الأسماء التي تم اتهامها بالفساد، ليست فساد، هناك تضارب مصالح كان على المشيشي أن يقدمهم إلى هيئة مكافحة الفساد قبل عرضهم أو قبل الإعلان عنهم، كان لتبين فهمتني ما هي وضعيتهم فهمتني الاقتصادي، هناك تضارب مصالح. طيب. عندما يتم كشفهم يتم التخلي عنهم، ليست هنا المصيبة، هناك فساد، هناك لوبيات فساد تحكم البلد، لوبيات الفساد هذه تستثمر في المال فهمتني مع أطراف سياسية لخلق أزمات سياسية، وهذه الأزمات السياسية تنتفع منها وتستثمرها تلك اللوبيات. الاستقرار لا يخدم العصابات الاقتصادية، لا يخدم اللوبيات، الاستقرار السياسي لا يخدم أعداء الثورات وتحرر الشعوب في المنطقة العربية. هنا واضح الأطراف يا سيدي، أقول لك بكل صدق، هل يعقل في العقل السليم، العقل السياسي الديمقراطي السليم، هل هناك طرف يدعم بشار الأسد في سوريا ويدعم الانقلاب العسكري في مصر ويطالب بالديمقراطية وممكن أن يطبق الديمقراطية في تونس؟ لنطرح هذا السؤال عن المفكرين والمحللين النفسانيين والسياسيين في هذا العالم، هل ممكن يستقيم هذا العقل أنه يطالب بأنه يدعم انقلاب عسكري دموي ومن جهة ويدعم نظام آخر معناها مجرم قاتل لشعب من أجل شخص أن يبقى في الحكم يقتل شعب بالبراميل ويهجر عشرات الملايين من الشعب، هل يمكن أن يحقق الديمقراطية في بلده؟ هل ممكن أن يحقق الرخاء في بلده؟ هذا فكر شاذ، هذا فكر مريض، وهذا الفكر المريض عندما يتم استعماله في السياسة الداخلية طبيعي جدا بأن يحدث أزمات، طبيعي جدا بأن يحدث أزمة سياسية. طيب. وعندما تحدث أزمة سياسية يتعطل الإنتاج. طيب عبد الستار، واضح طبعا معطل الإنتاج، الفوسفات معطل عنده كم مدة الآن؟ مع كل أسف أفلست بسبب تعتمد عليها ميزانية الدولة، أفلست. نعم، في حين أنه كان ممكن يخدم آلاف الناس بين جابس وبين الحوض المنجمي. طيب أختم معك بسؤال حول الاضطرابات هذه، تتصور أنها ستقف؟ لأنه الآن هناك عامل جديد، بعض الشخصيات السياسية دخلت وصارت الاحتجاجات بالنهار وليس بالليل، الآن أمس واليوم هناك احتجاجات في شارع بورقيبة تطالب بإسقاط هذه الحكومة، هل ستتطور بتقديرك؟ لن تتطور ولن تفضي إلى أي شيء، ستكون كسابقتها، لأنه شوف النظام الديمقراطي لا يسقط إلا بالديمقراطية،
النظام الذي جاء بالديمقراطية لا يقتل بالديمقراطية. لا يمكن أن نهدم مؤسسات الدولة. شوف احنا الآن في تونس، ليفهم الجميع أننا في مرحلة يا أما النظام الديمقراطي والتغيير يأتي بالصندوق، أو سنذهب إلى احتراب قاتل ومدمر، لأنه لا يمكن العودة إلى الخلف. انتهى ووام من يتخيل أنه ممكن نعود إلى الخلف، انتهى الأمر. ولا يمكن بهذه الأطروحات السياسية التي يقوم بها بعض الأطراف، وخاصة اليسار التونسي، خاصة اليسار التونسي، ومن جانب آخر كذلك رئاسة الجمهورية. احنا نعاني معزة حقيقة، لأنه لا يمكن، يجب أن نصارح الشعب، يجب أن نتكلم. هناك سياسيين والمحللين يتكلمون دائما ويحللون انطلاقا من الخوف او من لا يريدون ملامسة الحقيقة. واضح. لغايات كل واحد له غاية، يجب ان نتكلم بصدق وبصراحة. نحن اليوم بالمناسبة اوجه الشكر للمؤسسة الأمنية باختصار يا عبد الستار. أوجه الشكر للمؤسسة الأمنية التي تلك في كل هذه الاحتجاجات لم يجرح ولو طفل أو مواطن واحد، رغم كل ما فعله المخربين في الليل، وللمؤسسة القضائية التي بدأت تطلق في أحكام يستحقها كل المخربين. سننتظر يا أستاذ عبد الستار، سننتظر ونرى إن كانت الحكومة فعلا جادة في كشف من يقف وراء كل هذه الاضطرابات. المواطن التونسي اليوم يحتاج معرفة الحقيقة. أكثر من 600 وربما يصل 800 شخص موقوف، أكيد لدى هؤلاء معلومات ومعطيات، والشرطة التونسية قادرة تستخرج هذه المعلومات. يا أخي وضحوا للناس، صارحوا الشعب، قولوا من يقف حتى يتبين التونسي أمره. شكرا لك عبد الستار العياري الصحفي والمحلل السياسي، كنت معي من تونس. والشكر طبعا لكل من شاركنا من ضيوفنا الكرام، والشكر موصول إليكم أنتم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.